دولة بتسعى لتسريع إجراءات التقاضي في المحاكم من خلال تطوير الجانب التقني باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحويل الكلام إلى نص مكتوب خلال الجلسات القضائية، وده بعد ما واجه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في استخدام أحدث الوسائل الإلكترونية والتكنولوجية في منظومة عمل المحاكم. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا. أهلا بحضرتك يا دكتور. صباح الخير يا محمد بيه. صباح الخير. أهلا بيك يا فندم. عايزين نعرف إزاي هيتم تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم؟ أولاً ناتج الخطة اللي بتضعها الدولة للارتقاء بكل مرافقها، يعتبر مرفق العدل أو الخدمة العدلية التي تقدمها الدولة أحد المستهدفات للتطور. فبدأت الدولة المصرية تسعى لتحقيق العدالة الناجزة في إطار تحقيق التنمية المستدامة بتطوير وسائل تحقيق العدالة وإنتاجها، ولذلك لجأت الدولة من خلال المعايير الاسترشادية للتقاضي الدولي، لأن هناك معايير تلتزم مصر بها بالإنجاز وإنتاج العدالة الناجزة من خلال الإسراع في الإجراءات. تمثل ذلك في التقاضي الإلكتروني، تمثل ذلك في التحقيق الجنائي الإلكتروني، تمثل ذلك في سرعة قيد الدعاوى، تمثل ذلك في العدالة الرقمية اللي بدأت النيابة العامة تستخدمها من خلال بوابة العدالة الرقمية، تمثل ذلك في الخطاب الأخير الموجه من وزارة العدل فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية، بمقدم الشكوى بياخد رابط يقعد يتابع شكوته من خلاله، ممكن من خلال البيانات حضرتك اللي النيابة العامة بتصدرها، ويستطيع المبلغ عن الجريمة انه يلجأ للمواقع المحددة بمعرفة النيابة العامة وتقديم شكواه. امر بالغ الأهمية ايضا، المشرع المصري لجأ اخيرا الى اخفاء بيانات، كفالة إخفاء بيانات الشهود والمبلغين عن الجريمة في بعض جرائم العنف الواقعة على المرأة حتى تسرع المرأة بالإبلاغ. هذا الأمر يمكن بشأن أيضا الاستفادة منه في التقاضي الإلكتروني. عارف المشرع المصري كذلك التقاضي عن بعد في المواد الجنائية من خلال النظر في أمر تجديد حبس المتهمين عبر الوسائط بما لا يخل بضمانات المحاكمة العادلة. أمور كتيرة بدأ ينتهجها المشرع المصري في إطار تحقيق العدالة الناجزة وفي إطار المعايير الاسترشادية للتقاضي الموضوع على النطاق الدولي. فهمت. يعني يا دكتور مصطفى، حضرتك شايف أنه مسألة التحول الرقمي واستخدامها في مجال القضاء وفترة نظر وإحالة القضايا أو فترة يعني التقاضي بنسبة كبيرة هتقل بسبب التحول الرقمي؟ الأمر يثير في منحيين يا فندم. المنحى الأول العدالة الناجزة، المنحى الثاني إنتاج عدالة موفرة، لأن إجراءات التقاضي مكلفة وخدمة تحقيق العدالة ربما تكون مكلفة بعض الشيء. فالتقاضي الإلكتروني عن بعد، أولا مصر ارتكزت للمعايير الدولية اللي وضعتها الأمم المتحدة في تحقيق هذه العدالة، وهناك أساس يا فندم في تحقيق العدالة وضعته الأمم المتحدة فيما يتعلق بالإعلان وقبول الإعلان والتقاضي الإلكتروني، وهناك صدى في القرارات الصادرة من الأمم المتحدة فيما يتعلق بتنظيم التقاضي عن بعد. مصر بتلتزم بيها وبتحقيقها وبتقتضي بالدول المقارنة الأجنبية اللي ليها نهج في تحقيق هذه العدالة، وإن كان لنا السبق في بعض الأمور. عظيم. اللي النيابة العامة النهاردة بتشهد طفرة عظيمة من خلال إدارة البيان والتوجيه والإرشاد التابعة لمكتب النائب العام. النائب العام كمان النهاردة حضرتك بدأ للعدالة الرقمية، يعني القضية بتتحقق وبتكون تحت بصر وبصيرة النائب العام في نفس الوقت، فبيبسط رقابته الإشرافية على إجراءات التحقيق.
حضرتك لو متضرر بتعرف نتيجة وتشتكي بتعرف نتيجة شكوتك بعد ساعة. عايز أقول لحضرتك خدمة جديدة غايبة كبيرة عن المصريين، أنت لما بتروح مكتب النائب العام تتظلم من شيء وبتقدم تظلمك تاخد رقم قبل حضرتك ما تتحرك بعربيتك، بتجيلك رسالة على البريد الإلكتروني اللي أنت استرقت رقم تليفونه بموقف تظلمك، بعد ما لا يقل عن 24 ساعة بيجيلك رسالة هاتفية بيتقال لك المركز القانوني لحضرتك وناتج الشكوى بتاعتك ايه. ده عظيم جدا. طيب كنت عايز اتكلم مع حضرتك عن الصعوبات اللي بتواجه القضاء من خلال الجلسات المكتوبة. اولا في اطار توجه الدولة، يعني انا عايز انقل لحضرتك تجربة كلية الحقوق جامعة المنيا في هذا الموضوع تحديدا، لان بعد التوجه الاخير للدولة عقد مركز بحوث ودراسات الجريمة اللي برأسه الدكتور حسن سند عميد الكلية، وانتهينا لأربع توصيات وأربع محاور لا يجب الاهتمام بها. أولا فيما يتعلق بالقاضي الإلكتروني، اثنين فيما يتعلق بالمحامي الإلكتروني، ثلاثة فيما يتعلق بكاتب العدل الإلكتروني، أربعة فيما يتعلق بالمنظومة الإلكترونية نفسها، لأن أنا عايز قاضي يجيد وسائل التواصل الوسائط، عايز محامي، عايز كاتب عدل، لان توجه كده معناه ان مش هيكون في ورق خالص في الموضوع. ما هو انا بقول لحضرتك، انا كنت هكلم حضرتك عن الفوائد، لان انا بستبدل العداله الورقيه بالعداله الرقميه يا فندم في الوقت ده، ودي بتدي نسبه امان بنسبه 100%. انا محتاج كمان حاجه اسمها نظام الدفع الالكتروني اللي بدات الدوله دلوقتي بيفعل في كل المجالات، تطبقه في بعض المجالات. فانا محتاج البيئه الالكترونيه، هل البيئه الالكترونيه متوفره؟ حقيقي البيئه الالكترونيه متوفره، وهناك جهد عظيم من وزاره الاتصالات في تهيئه البيئة المناسبة لتحقيق العدالة الرقمية. عايز أقول لحضرتك إن هناك التجارب اللي تحت بصر المشرع المصري للاستفادة، مش جديد إن أنا أبلغ حضرتك إن إحنا انتهينا في التوصية اللي أشرت لحضرتك ليها في مركز بحوث ودراسات الجريمة في كلية الحقوق جامعة المنيا، إن مش كل الدول بتقبل الإعلان الإلكتروني، صدق يا فندم أو لا تصدق أن المشرع الأمريكي لا يعتد بالإعلان الإلكتروني إلا إذا قبله المدعى عليه، المشرع البلجيكي لا يعتد بالإعلان الإلكتروني إلا إذا قبله المشرع المدعى عليه وأودعه، المشرع المصري صاير المشرع لان الناس بتسال طب دلوقتي انتوا ما بتعملوش الاعلان الالكتروني ليه؟ ما انا عندي معايير دوليه بلتزم بيها. انا عندي معايير دوليه بلتزم بيها، لان النهارده انا ممكن اقابل بعض الصعوبات في المواد الجنائيه، لكن المحكمة الإقصادية منذ تاريخ إنشائها وهي تطبق التقاضي الإلكتروني. صحيح يا دكتور، مجهود كبير طبعا لتسريع إجراءات التقاضي في المحاكم. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور مصطفى السعداوي، ألف شكر لك يا فندم أستاذ القانون بجامعة ألمانيا.